رعب رعب رعب. منو؟ ابو الموز والرمان. نو 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 عرفتك انت تقول علي عار. عار؟ يا برو وير ذا كار؟ سياره يحتاج وقت بغداد، غراض ماكو بغداد. ما فهمت. يعني احكيك انجليزي وما تفتهم عليه، شو تسوي بالخارج؟ ابو ظبي غراض ان بصره ميناء. افتهمتك، انت تريد تجيب لي غراض اصليه، انت برو، ولو انت محتاج السياره اليوم عندي بيبر ورك. بيبر ورك، افتهمتك، اعرف طبيب عام يحل كل هالاشياء، مفاصل، فلاونزا، اوكي، طباخات، اي شيء، سعد سعد. بس انا عندي معامله مو مريض. شو عندك؟ معامله مو مريض. تطلي مال الفاتحه؟ شنو سوري سوري شنو طلي الفاتحه؟ يعني شنو جاي صعدت وراي طلي مال الفاتحه هذا من ما يجيبوه يروح وين ما يودوه يروح؟ يعني طلي حزين. اي تطلي حزين. اي طلي حزين. تسمع سيف عامر. اي برو انا طلي حزين عندي معامله مال التقاعد. شو وقت داومين؟ شنو خدمتك؟ منين جاك التقاعد؟ نو 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 ماي فاذر 15 سنه ما مستلم تقاعد. ماي فاذر شو اشتغل؟ ماي فاذر ملحق. كنتور؟ لا 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 ملحق ثقافي. مثقف يعني؟ ايه. وينك مثقف ياخذ تقاعد؟ مثقف بغداد رضا علوان. قهوة سادة وسط بندق في اللاجئ. No 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 stop it stop it let me explain. بابا ملحق ثقافي يعني مثل السفير بالأمبسي. أمبسي يعني يحكي خليجي. العراقيين كلهم وان على أمبسي. لا بالأمبسي يعني بالسفارة هو مثل السفير يعني. ها مثل السفير. زين هسه هذا الطلب منين أقطه؟ أقطه فلوس التشارجر لو أقطه فلوس المعاملة مال التقاعد. لا أبو العشرة التشارجر مضمونة. تخش مال التقاعد. تمام إذا تحكي. لا جاي خابر. ألو. أوه أوكي take your time. يلا ثمان لا ثمان لا يا عار. برو انا يسمونه ابو العشره. ابو العشره يعني together live together العشره مو العشره تين تين. اوه يس يس ناس نيم. معامله امشيها بعشره، شغلتي امشيها بعشره، اي شيء امشيه بعشره. اعطيني 10 اوراق مال تقاعد. لا مال غرض تشارجر. اه اوكي اوكي هير برو. لا مو كارت ابو العشره، فلوس كريدت كارد لان كاش ما عندي كاش. فبالكريدت كارد بالاي تي ام طلع الفلوس واعطيك كاش. اي تي ام شنو هذول؟ بس لا شرطه. لا لا اي تي ام ماكينه ماكينة الفلوس. اه هاي الماكينة. ام العراقيين كلهم مكاين. اوه اوكي اوكي بس بالنسبة للمعاملة عندك محامي جود مضبوط ممكن مشينا بيها؟ اوه يا محامي انا اعرف المدير شخصيا. اوه واو تعال سعد ليتس جو برو. دفع دفع جود. سلمان حبر شلونك؟ هلا اخوي عليكم السلام. سلمان حبر يسلسل كل المسلسخات بدقمه واحده. صوت لا مو صوت سبع اخيته همه. هذا شنو هذا؟ مراجع. يلا المراجعين كلهم لاينون. سلمان دلنا عليه. دلل او فري؟ يلا العراقيين كلهم فري. فانتاستيك فري كله فري. يلا المراجعين كلهم لاينون. برو هاي معاملتك خلصت وابوك ما يسلم ولا فلس. خلصت؟ خلصت وانا واقف بالساعه؟ I'm so happy I'm so happy. وابوك ما يسلم ولا فلس عادي؟ That's bad news, bro. Bro, هاي المستمسكات تحتاج لفظ بها موضوع الشارجر. Bro, احتفظ لشغلتين بنفس الوقت؟ لا bro, أنا خدمتك. أنت bro. شوف bro, ترى أبوك مثل أبوي ومغرقنا بخيره. هاك 500,000 خلي يمشي بها أموره. ملحق القافي مو؟ أنت bro. بس راح أخذ الباقيات بمصرف. أوكي. روح روح روح. Wait, 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 شو يضرب الساعة؟ ما يصير يضرب الساعة هذا النظام. That's my right هذا حقي هاي حقوقنا. ما يصير يضرب الساعة. أقول لك شنو ضربك راجدي هو ضرب السرعة أصلا الساعة ما حد يحترمه. هو هذا الغلط. ماكو بهذا المكان نظام لأن ما حد يحترم الساعة. وأنت تعرف وضع نفسي كل زين. أنا شقط لي حزين وواقف بالساعة. أنا كمش لو مو كمش. لا كمش. واقف بالساعة. أنا عالو مو عار. لا عار. واقف بالساعة عادي طبيعي احترم النظام يا أخي. بس أنا بقيت تشارجر والتقاعد مال أبوك عادي ما ضجت. أهم شيء حقي ما ينباق. لا يا عار. Thanks bro. شنو يعني برو؟ برو يعني مختصر brother يعني اخوي. اه يعني مو ايباد. لا مو ايباد. توكل توكل كبر. مع السلامة. باشا المستمسكات مال العار بالصندوق مال الدراجة. شو وقت نحول التشارجر باسمنا؟ والله انت برو. باي.